قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بزيارة إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت، حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت، وذلك بوفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش.